هي الحرب إذن، حرب التصريحات والتصريحات المضادة. يحدث هذا كشيء طبيعي في كل الاستحقاقات الانتخابية وفي كل الدول، ولكن ما يجعل هذه الحرب الإعلامية استثنائية في الجزائر حتى لا نقول غير طبيعية هو انطلاقها حتى قبل انطلاق الحملة الانتخابية. فقبل إعلان عبد المجيد تبون ترشحه لرئاسية ديسمبر المقبل، سارع علي بن فليس إلى التعليق على ذلك بهذا التصريح الحاد: إذا يراد للجزائر بهذا الاسم الذي ذكرته خامسة مجددة باسم جديد أو باسم آخر، هذا تشويه للرئاسيات المقبلة. لو يحصل هذا أنا نقول هل يراد للجزائر خامسة بثوب آخر؟ لكن رده لم يكن بنفس درجة حدة تصريح بن فليس، وكان دبلوماسيا أكثر حينما دعا إلى الابتعاد عن صناعة الجدل في وقت وجب العمل على تهدئة الأوضاع. ما الله يسهل عليه، يقولوا ايش حب. انا شخصيا اعتقد لا تسمحوا لي، الوقت صعب، ماهوش سي با ان مومون دو بوليميك، ماهوش وقت رفض الاخر، هذا وقت المواطن راه عايش حاله نفسيه صعبه. يبدو أن التنافس بين الأسماء الثقيلة على الساحة السياسية سيكون على أشده في المرحلة القادمة. أولى بوادر هذا التنافس قد اتضحت مع التلاشق الإعلامي الذي بدأ قبل بدء الحملة الانتخابية بين علي بن فليس وعبد المجيد تبون. وبما أن باب قبول الترشيحات ما زال مفتوحا، فإن إمكانية التحاق أسماء أخرى من هذا الطراز ما زالت مفتوحة أيضا، وعليه فإن درجة السسبنس سترتفع إلى أعلى مستوياتها قبل أن ينهيها الشعب يوم 12 من ديسمبر عبر الصندوق.